هاي حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص باقي عليه اقل تقريبا من يعني يومين، فقلت بقى نجهز. بصوا انا لسه المطبخ ما ذوقتوش، يعني انا حاطة هنا الحاجات العادية بتاعتي هعمله النهاردة ان شاء الله. لو لحقت في الفيديو معاكم هنزوقه مع بعض، ما لحقتش هزوقه لوحدي. بس النهاردة احنا هنعمل مع بعض الشنط بتاعت رمضان. انا هوريكم، بس انا هعملها فيها ايه عشان تكون افكار مع بعض، وطبعا عشان تكون افكار كده نديها لبعض، وطبعا بتدي فايبس حلوة قوي قوي وبنحس كده بفرحة رمضان. بصوا طلعت كمان الحاجات بتاعت رمضان دي، فيارب يكون شهر خير علينا كلنا ويتقبل صيامنا وقيامنا يا رب، ويجعله في ميزان حسناتنا، ويكون شهر خير على الأمة الإسلامية كلها. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض فايبس كده وتحضيرات شنط رمضان. تعالوا بقى اوريكم كده حاجات رمضان اللي جبتها للشنط. طبعا بديكم بس فكرة، انا عارفة ان الوقت بقى قليل على رمضان يعني انتوا تلحقوا، بس يعني هي افكار ممكن على نص رمضان نعمل شنط تانية، او اللي يقدر في اي وقت تاني يعمل، واللي ما عملش يبقى افكار عنده. بص انا هوريكم الحاجات، وطبعا حاولت انها تبقى كلها مش مقاطعة، يعني بقدر الامكان اعتقد ان انا مش جايبه حاجه كده. طبعا الحاجات المتغلفه ممكن نجيب حاجات تكون اللي هي بالكيلو سايب، يعني هتكون اوفر شويه نعمل شنط اكتر. بس انا يعني الحمد لله جبت برضو كان في اوفرز وكده، فكانت الاسعار بالنسبه لي حلو. طبعا جبت ازايز زيت، دي اهم حاجه في رمضان. وجبت مكرونات والرز جوه اهو، يعني ده كان شكاير بقى، وانا واختي قعدنا كده عملناه كيلوات. وجبت كمان شاي، سمنة، لوبيا، هتلاقوا برضو في صلصة. وحطيت كمان فول، وعايزة اقول لكم برضو الملح، انا بحب الملح قوي. بصوا بتحسوا ان هو طول الشهر كده موجود، يعني بتحسوا في اطعام دايما. وجبت تمر من الانواع اللي انا بحبها، او اللي هي الحاجات الطرية، انا مش بحب التمر الناشف، فبجيب زي ما اجيب في البيت يعني. فجبت تمر طري برضو عشان كمان يكون الافطار يعني. وعدس، وبعدين بقى دول شويه حاجات كده انا بحبهم، فبرضه هند وزبيب، ودي صوبيا اللي في الاخر دي. فبصوا كده ان شاء الله يعني تكون الشنطه فيها حاجات تكفي يعني حتى ولو جزء بسيط من رمضان. بس ان هي طبعا الاسعار غليت والدنيا بقت غاليه، فلو نساعد باي حاجه بسيطه كده هتفرق كتير جدا. هعمل بقى الشنط وهوريها لكم، ونخش نعمل ديكورات المطبخ. جبت هنا بقى البرطمانات، دول انا لازقه عليهم بس شكل الفنانيس كده، وهبدا افضي فيهم بقى الحاجات بتاعتي. انا طبعا البيض اللي عندي دول ينفعوا، ولو حد حابب ان هو يلزق اصلا عليهم هما الفنانيس هيطلع برضو شكلهم حلو، بس انا مش عايزه ابوظهم بصراحه، فقلت ايه اغير كده ديكور كمان عشان دول اللي انا حطاهم طول السنه. ده اللي انا كاتبه عليه رمضان كريم، عشان كده حبيت ان انا احط فيه هو السكر عشان ابيض يبقى باين. بصوا بقى هنا حطيت السكر والشاي والبن، شكلهم طالع حلو قوي قوي قوي، طبعا هيدوا فايبس رمضان. هبدا بقى اشيل كده اشوف هظبطها ازاي، لان دول عاليين مش هقدر احطهم فوق العياشه، مش هيبانوا يعني. بصوا حاسه مضغوطين قوي، انا مش شايفاهم يعني، المطبخ مداري عليهم وما في التصوير كده باينين، ف مش عارفه هسيبهم كده ولا لا. بصراحه هعمل كده ديكور، واجيب بقى ازازه البنتو هوريكم برضو انا عامله لها اضاءه شكلها حلو قوي. دي ازازة بس فاضية وحطيت فيها فرع اضاءة كده، بصوا بيطلع شكلها تحفة، بصوا جميلة جدا جدا جدا. تقدروا طبعا تعملوها باي ازايز فاضية عندكم، وحتى برطمانات النوتيلا كنت عاملة واحدة السنة اللي فاتت، اللي هو اللي بيبقى شكله رمضان، يعني اللي بيكون شكله رمضان زي ده، بس ده عندي فيه فمش هستخدمه دلوقتي. بصوا شكلهم تحفة، هحاول بقى اعمل كده ديكور رمضاني وهوريكم الشكل في الاخر. كده بقى بعد ما ظبطتهم، بصوا حطيتهم بس على كوستر وفانوس، وده فرع اضاءة بالبطاريات، وحطيت الفيمتو كده، وبصوا
شوية برضو عربية الفول بتاعت فنانيس دي، والباسكت ده هحط فيه معالق عندي فنانيس، فهيبقى شكلها حلو قوي. وكمان لو حد بيعمل شاي او قهوة يبقى المعالق قدامه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.